قبيلة مؤسسة أنشأت في 2011 بعد الثورة. في خلال السنتين دول اشتغلنا مع مؤسسات كتيرة شغالة في المجال المجتمع المدني والعمل التطوعي والمجالات التنمية، لأن هو ده هدف قبيلة أصلاً، هي الإنتاجات بتاعتها كلها تبقى شغل تنموي وتعليمي وتثقيفي. فلما جه برنامج دوجك من مؤسسة أنا ليند، تعاوننا معاهم في إنتاج 4 فيديوهات بيتكلموا عن الجوانب المختلفة للبرنامج. البرنامج بيركز على أهمية الفن وفي التقريب ما بين الشعوب، بيتكلم عن أهمية دور الشباب في ان هو في التحاور ما بين الشباب، وفي ان هو يزيل الفجوات ما بين الثقافات. بخصوص حالة المجتمع المدني في مصر دلوقتي، فأنا شايف إن عامة الشعب دايما ما مش شايفين الصورة الواضحة للمجتمع المدني، دايما في اتهامات تخوين واتهامات بإن هما دول بس بياخدوا فلوس من برجة. أنا شايف إن المجتمع المدني والشغالين في المجتمع المدني عليهم دور كبير جدا إن هما يقربوا أكتر من الناس، إن هما يوضحوا أكتر شغلهم شغالين في إيه، وخصوصا اللي شغالين في مجالات حقوق الإنسان، لأن يمكن نسبة الأمية في المجتمع المصري مخليها إن لما تيجي تتكلم مع حد على مصطلحات زي حقوق الإنسان أو لا للعنف أو الحق في التعليم والصحة، دي كلها بتبقى يعني بالنسبة للمواطن العادي مصطلحات كبيرة. الناس اللي شغالين في المجتمع المدني محتاجين هم ينزلوا اكتر للشارع، محتاجين يقربوا كلامهم للناس، يبنوا ثقة ما بينهم وما بين عامة الشعب والناس والمواطن العادي، علشان يقدروا يشتغلوا ويقدروا يبقوا يشتغلوا بفعالية.